بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عقدت كتله الوفاء للمقاومه اجتماعها الدوري بمقرها في حاره حريك بعد ظهر اليوم برئاسه رئيسها النائب الحاج محمد رعد وحضور اعضائها. افتتحت الجلسه بتلاوه سوره الفاتحه وقوفا لارواح شهداء التفجير الارهابي الذي استهدف سفاره الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في بيروت. وبالدعاء للجرحى بالشفاء العاجل. بعد ذلك جرى عرض لوقائع الهجوم الانتحاري المجرم الذي فشل في تحقيق اهدافه المرسومه رغم ما تسبب به من قتل وجرح للمدنيين وتدمير لابنيه سكنيه. وتمت مناقشه دلالات هذا النوع الخطير من الاساليب العدوانيه التي تتجاوز كل الحدود، وتضع لبنان فعلا في دائرة التهديد لاستقراره ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي، كما درست الكتلة الموجبات التي تترتب لمواجهته وخلصت الى اصدار البيان التالي: اولا تؤكد الكتلة ادانتها وشجبها للتفجير الارهابي الحاقد الذي استهدف سفارة الجمهورية الاسلامية في بيروت وتعتبره كاشفا بالدلاله الواضحه عن هويه المخططين له والمنفذين الذين يقدمون خدمات جله للصهاينه عبر ارتكابهم جرائم القتل العشوائي وإثاره الاحقاد والفتن المتنقله في بلاد العرب والمسلمين، واستهداف المقاومه وداعميها وتجنب مواجهه العدو الاسرائيلي ومحاوله صرف الانظار عن خطر مشروعه على المنطقه كلها. كما ترى الكتلة في هذا التفجير الانتحاري اندفاعا يائسة تكشف مدى الخيبة والتخبط اللذين بلغهما المتعهدون لتقديم تلك الخدمات وتجزم بأن هذا الأسلوب المتوحش لن يستطيع الظالعون فيه تغيير المعادلات ولا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي ثانيا تتوجه الكتله باحر التعازي والتبريكات لسماحه الامام الخامنه القائد دام ظله وللجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بشخص رئيسها ووزير خارجيتها وسفيرها في لبنان باستشهاد المستشار الثقافي الشيخ ابراهيم الانصاري والاخوه الشهداء من عناصر حمايه السفاره وتنحني الكتله تقديرا واكبارا لتضحيات اهلنا الشرفاء ورباطه جأشهم امام الجريمه النكراء، وازاء الخطاب التحريضي والتبريري الذي صدر اثرها عن بعض من فقدوا الحد الادنى من الاحساس الوطني والانساني والاخلاقي. كما تتقدم من ذوي الشهداء خصوصا باحر التعازي والمواسات ومن الجرحى بالدعاء لهم بالشفاء العاجل، وتعرب عن تعاطفها وتضامنها الكامل معهم. ثالثا، تلفت الكتله عنايه اللبنانيين جميعا الى ان الترويج لسياسه ضد سد الذرائع امام الاعتداءات الارهابيه هو من اخبث واخطر اساليب الحرب الناعمه التي تبرر للارهابيين جرائمهم من جهه وتهيئ الناس تدريجيا للخضوع والاذعان لشروطهم واملاءاتهم من جهه اخرى علما ان ان سياسه سد الذرائع هذه التي وجهت بها المقاومه على مدى تاريخها والتي روج لها البعض بحجه تلافي العدوان الاسرائيلي على منطقتنا انما هي سبب اساسي من جمله الاسباب التي ادت الى التمادي في العدوان والى انتاج مظاهر التردي والضعف والانقسام التي يعيشها العالم العربي اليوم، لذلك فإننا ندعو اللبنانيين بكل وضوح وصراحه إلى مواجهة الاعتداءات الإرهابيه باعتماد سياسة شد العزائم بدل الانكفاء والتراخي أمامها عبر الركون إلى الآليات البائسه لسياسة سد الذرائع. رابعاً تجدد الكتله دعوتها لجميع الفرقاء اللبنانيين عشية عيد الاستقلال. الى مراجعه ذاتيه والاستجابه لحوار وطني جاد لبلوره رؤيه وطنيه شامله توحد اللبنانيين وتعزز مناعتهم وتستعيد ثقتهم بامكانيه النجاح في تحقيق امالهم ببناء دوله قويه وعادله يحكمها القانون وتديرها المؤسسات وتكون امينه على حفظ حقوق المواطنين ورعايه مصالحهم وتعتمد استراتيجيه وطنيه شامله للدفاع عن لبنان وحمايه سيادته وحقه في استثمار جميع ثرواته وموارده لتقويه موقعه وحضوره وتمكينه من اداء رسالته والاسهام في بناء منطقه امنه ومستقره لا مكان فيها للاحتلال ولا مطمح فيها للغزاة ولا جوائز فيها للطامعين، انتهى البيان وشكرا لكم جميعا.